إذن هنيئا لكل مكونات فريق الدفاع الحسني الجديد بتحقيق الصعود الذي لا طالما روض كل الجديدين وكل مكونات فريق الدفاع الحسني الجديد. في هذه اللحظات حافلة الفريق تستعد للمغادرة من أجل الاتجاه نحو مدينة الجديدة بعدما تعادلت مع أولمبيك الجيرة نقطة ميناء كانت مهمة جدا للفريق الجديد من أجل معانقة حلم لا طالما روض كل الجديدين وكل شباب وأيضا كل ساكنة الجديدة كما كتشوفوا معنا على المباشر. في هذه اللحظات حافلة الفريق ستغادر مدينة إنزغان منتشية بحلم الصعود تحت حراسة أمنية مشددة وفرحة لكل مكونات الدفاع الحسني الجديد بتحقيق الصعود. فهنيئا لهذا الفريق الذي عاد إلى مكانته الطبيعية وعاد إلى حضن البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الوطني الأول. إذا نقطة ميناء كانت كافية من أجل تحقيق هذا الحلم الذي لا طالما روض كل الجديدين وكل ساكنة عاصمة دكالة. كما كتشوفوا فرحة كبيرة جدا لكل مكونات الدفاع الحسني الجديد وباسم طاقم قناة شوف تيفي نهني كل لاعبي وكل مكونات وإدارة فريق الدفاع الحسني الجديد بتحقيق الصعود إلى قسم الكبار. إذن موسم شاق، موسم صعب، موسم ربما كان حلم الجديدين هو تحقيق الهدف المنشود هو العودة إلى قسم الأضواء كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهكذا تغادر مكونات الدفاع الحسني الجديد في هذه اللحظات متابعينا الأوفياء بعدما تحقق الأهم وتحققت نشوة الصعود. فهنيئا لكل مكونات الدفاع الحسني الجديد بتحقيق حلم الصعود ونتمنى لهم حد سعيد فيما سبق بطبيعة الحال يعني المواسم القادمة. كما كتشوفوا معنا بطبيعة الحال يعني مكونات الدفاع الحسني الجديد تغادر في هذه اللحظات مدينة إنزغان منتشية يعني بفرحة الصعود. فهنيئا للجديدين بهذا الحلم الجميل، حلم ربما او ان صح التعبير بطبيعه الحال يعني المكانه الطبيعيه ديال الدفاع الحسني الجديد هي قسم الكبار نظرا لعراقه وتاريخ هذا النادي العريق. كما كتشوفوا معنا في اللحظات مكونات الدفاع الحسني الجديد تغادر في هذه اللحظات منتشيه بانتصار وتحقيق حلم الصعود. كما كتشوفوا فالكل بطبيعه الحال سعيد بهذا الحلم اللي هو الصعود الى قسم الكبار. فهنيئا لمكونات الدفاع الحسني الجديد بتحقيق الصعود ومعانقة قسم الكبار. فكنتمنى بطبيعة الحال يعني حظ سعيد للدفاع الحسني الجديد في ما تبقى يعني من المواسم القادمة كما كتشوفوا على المباشر متابعينا الأوفياء. فهكذا تغادر يعني فعالية النادي بعد الانتصار وبعد تحقيق الأهم اللي هو يعني تحقيق الأهم كما كتشوفوا على المباشر متابعينا الأوفياء. انتما كتشوفوا بطبيعة الحال يعني مكونات الدفاع الحسني الجديد تغادر في هذه اللحظات متابعينا الأوفياء. Thank you.
السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. إذا كما كتشوفوا بطبيعة الحال يعني الكل منتشي بهذا الحلم ديال الصعود وفرحة عارمة تعم كل مكونات الدفاع الحسني الجديدي الذين حققوا الصعود لقسم الكبار هذه السنة والعودة إلى مكانتهم الطبيعية كما كتشوفوا معنا على المباشر. فمكونات الدفاع الحسني الجديدي ستغادر في هذه اللحظة مدينة أكادير الصوبة الجديدة كما كتشوفوا على المباشر. Thank you.
Thank you.